ستي ليش ما تقعدين؟ الله هيك رب العالمين سبحانه وتعالى السنة تجي يرزقني بطفل، لأن مليت من روحه للدكاترة، والله مليت يا رب. استجاب دعائي لأن كرار خطايا صار له 5 سنوات ينتظرني على طفل. جاه النبي يا ربي تستجاب دعائي وتعطينا طفل. وأحلى تراتي أحلى تراتي إليك يا أيوتة، بس الله يرزقنا الطفل. أخلص من حكي الناس يا رب يا رب. حمد اعطيني بيت حماك، اعطيني اياها، يروح يصير بيها شيء تنحسي توقع وامها ما تقبل. لا عمو، اصلا ايوتها مخليتها بعيوني، ما عليها شيء. ما يخالف، بس انت تعرفين شيء وانا اعرف شيء. اي عمي. استغفر الله لك. لك الحمد والشكر. شلونك بابا كرار؟ هلا ابويا شلونك؟ الله يسلمك. بابا كرار دب تجهز نيدك، اريد احكي وياك موضوع يهمك ويهمني. يا ابويا قول. انت اليوم صار لك 5 سنوات من تزوجت انت واخوك كريم، والحمد لله والشكر ذاك اخوك كريم ابنه بالثاني ابتدائي صار، وانت لحد الان يعني اقول كل شيء ما حصل. ابويا اول شيء انا مو اول الناس اللي ما صار عندهم اطفال، وثاني شيء الاطفال ترى مو نهايه العالم، وباكر عقبه الله يقسم له طفين ان شاء الله ويصير هاي سوالف. بابا كمرار آمنت بالله، بس مو هنا المشكلة، المشكلة يعني أبو همسة يقول بابنك الصوت مو بنتي. بويا أنت شو عليك بحكي الناس؟ الناس أشكال تحكي، والله سمعت أشكال يا بويا، وعادي أقول الناس كل شي تحكي. بويا باكر عقبة يصير عندنا طفيل وتصير هاي سوالف، والله وكافي تجيني يومية وسمعنا هذا الحكي. بويا ترى أنا هم إنسان وعندي مشاعر. آمنت بالله ابني، والله العظيم صحيح، بس أنا آسف، أنا آسف وأخاف جرحتك بهاي الحكاية. وهذا الشاي. شكرا. تدلل همسة، قومي بدلي الآية وجيبيها حتى نطلع أنا وياها شوية نغير جو. كرار عف آية كفى عاد، أمها كل ما أريد أني أجي ألعبها تسمعني حكاية، يقول أنا غريبة، مو يقول اني منها بيها، وحاسبتها مثل بنت مخليتها بين عيوني، تقول لي ها وقعت، قالت ها حسدوها، صار بيها شيء تمرضت، قالت ايه هاي عيون الناس، حاطه عيون الناس على بنتي. يعني شنو قصدها؟ يعني انا جاي احسدها، هي مو تدري انا احبها. يعني انا مليت كرها، انت تزوج وفضها. همسة انت صدق تحكين؟ كافي يعني اتصلتي لي مثل ابوي؟ اي انا قبل انت تزوج، الزوج وحلها. همسة باكر عقبه يصير عندنا طفل والله يبوا عنا، ما يخلينا هيك، والله ولا انت بي صوت ولا انا بي صوت. الحمد لله والشكر، دقوم بدلي هسه وخل نروح نزور الامام الحسين، بركه الله يبوا عنا ويصير عندنا طفل ان شاء الله. ان شاء الله يلا قوم حضري نفسك. كمان آية تبكي عليك وصار لها ساعه انت علمت آية عليها قام تبكي وراك، هاك خذها. لا كريم خاف نحسدها. شنو تسيتها كرار؟ شنو الحكي هذا؟ انت عمها والعم مثل تلب، على شنو تسيتها؟ شنو الحكي هذا؟ كريم زوجتك ماخذه آيه من ايد همسه ومسمعتها حكي مو حلو، ساعد قلها خافت حسدوها، ساعد قلها خافت وقعوها، يعني ليش؟ لان ما عندنا اطفال؟ شنو الحكي هذا كرار؟ معقوله زوجتك هذا الحكي؟ ايه كريم. انا اعلمها، الاموال يوم اقتلها ودي لها ما سمى كريم، هزم هاك هاي الغار من همسه لان همسه احسن من عندها، هزم. كريم لا تحاكيها لان هسه تقول كرار وهمسه هجموا بيتي. لا كرار ما لك علاقته ولا يظل ببالك، هزم وان شاء الله خير. كرار البارحه حلمت حلم، كان ذيك المره اجتني اعطتني ملابس مال اطفال ودارت وجهها وراحت، صحت عليها قلت لها خاله شنو هاي الملابس؟ قالت لا خاله هاي الملابس الك، ودارت وجهها وراحت. ما اعرف شنو هذا الحلم تحقيق. همسه هيك وتطلعين حامل الا ترز الشارع شكلك. كرار ترى هو حلم ما اعتقد يتحقق. بعدين انا ذاك اليوم رحنا نيويورك للامام الحسين عليه السلام، قلت له هاي اخر جايه الي اطلب من عندك طفل. بعد ما اعرف لان انا مليت من حكي الناس، اتخبلت لان جاي يحسسوني اني ما ادري شنو كرار. همسه ذكرى الله
وانا وياك حتى لو ما صار عندنا اطفال احنا باقين، واذا الله رزقنا بطفل الحمد لله والشكر خير على خير، واذا الله ما رزقنا بطفل نجيب طفل نتبناه ونربيه ونكسب بيه اجر ونحقق حلمنا. خوش حال، الله كريم. الله كريم خمسة. الله كريم. يلا انا رايح. الله معك. كرات واخيرا حلمنا تحقق، انا صرت حامل هسه بشرت الدكتوره. صدق تحكين؟ اي والله. الحمد لله والشكر ابا عبد الله ما قصر. الحمد لله والشكر. الحمد لله اخوي كروري على الخير وعلى البركه، وان شاء الله راح تجيك بنيه وسميها رقيه ونوصيها لك ابو رقيه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله اخوي همسه على الخير وعلى البركه، وان شاء الله تعيشون حياه سعيده وهمزين. الله خلصكم من حكي الناس، لان حكي الناس ما يرحم اللي ما عنده اطفال، كانما مسوي جريمه. الحمد لله والشكر ربي، والله لا يعيش كل شخص مثل إحساسي، وربي لا يحرم كل شخص ما عنده أطفال، وهذا كان اختبار للإنسان من رب العالمين. الحمد لله والشكر.